اوكي روبرت ذكرني ما ادري فلوس اوكي حبيبي. السلام عليكم شوكو شباب، ان شاء الله بخيركم وعلى بعضكم بقدر دراجون لورد، وجايكم حلقه رعب جديده. طبعا هاي اللعبه شباب مو لعبه رعب قصير، هاي اللعبه طبعا يعني كنت دي 5 أو 6 حلقات، لكن حجرب ونزل الحلقه الاولى واشوف رد الفعل. اذا شفت عليها رد فعل جميل فكل اسبوع لو تنزل حلقه لو حلقتين حسب الفيديو، يعني اذا وصلت 80,000 او مشاهده او اكثر ولايكات. لا تنسوا اللايكات، دعمكم اللايكات والاشتراك بالقناه. طبعا هواي منكم حيقولون ها اللعبه باللغه العربيه الكامله، يعني مو بس صوت موقع عربي، لكن النص والمنيو بالعربي، وهذا اهم شيء حتى نقدر نفهم القصه. نقول لعبه جديده، نقول فتحه فارغه، شنو ها قصده سيف جيم فتحه فارغه. اوكي بسم الله بدينا اللعبه. اللعبه اسمها ذا كونجرينج هاوس او هيك شيء. اللعبه تتكلم عن بيت ظهر حصل بسوالف سوداء بقول شو راح يصير. يانا لا حد يقول لي حط مو ترى بدت المدرسه شنو هاي البدايه. اهرب يا روبرت اهرب. وهذا روبرت يجب علينا حرقه على شنو يحكي. انا ما اسوي شيء، اول واحده هسه هاي البدايه بس والله حلوه، يعني من نوع اوتلاست. وش ظهر دين حقو يا عم يا روح ما بعدك روح يا روبرت يا رقي. طيب بدي اشوف قدامه بحبح. اوه شيت قمزت والله العظيم قمزوني. اوه لا صت هاي بداية اللعبة؟ لا والله لا حقي. او شيت ها شنو سالمين ها شنو العرض الاول هذا. اوه هاي من هذا اللخ ها مر له رجال والله شنو مره والله شكل مره. اوكي على راسي على كيفك يا انا كنا قلتش باللعبه صغير. طلع فد شيز مثل الكتاب وبيحبل واختفى. اعترق الكتاب ظهر هذا الكتاب استعمال واحد. يجوز هذا دا يعطينا تعليمات. اوه شيت انا مصوب انا مصوب انا مصوب. لا هاي مو خوش شغلة، أنا أبد هذا ما يشجع الشغلة هاي أبد ما يشجع. أوكي افتح الباب والله يرحمك يعني مقدما. أوه رجعت تتحكم. هاي شنو؟ زين هاي شنو شو بد؟ لحظة الدبليو يفتر. خلي زيت وهذا خليه دبليو. اوكي تطبيق اوكي استئناف. انا متأذي متألم. او صراصر لا هسه صارت احسن الوضعية. وهاي الفتحة يجوز يطلع من عندها. اي والله تعال عمو تعال. اوكي بالسي. هلا فيران. الله فيران صراصر انا شريت اكثر من هذا بس هاني يعني وضعيتي كلش معفنه. اوكي بس انا ما راح اتعالج يعني ابقى هكذا الى متى. هذا شنو هذا المكان؟ اوكي ظهر واحد معصب وفلش شو اسمه. اوكي وصلنا لهنا بعد ما شنو الصوت هذا صوت مو مريح. اشتاش هاي راح تفضحك الشغله. هاي شنو و
حبيبة قلبي على رأسي من فوق، أعتقد شخصيتي ماتت. روبرت انسحل ونعلس. منزل آل أتكنسون ووتن أندر إيدج. هاي بعد بضع ساعات ولا قبل بضع ساعات؟ يجوز ترجمة غلط. هذا فيديو ده نشوف، مبين فيديو، بس أحس بعض الجلتشات أكو باللعبة يعني. يجوز نسخة البلاي ستيشن أفضل. اي حبيب اكو جني واكو مرة تلحق ورا واحد جنا عنكبوت والباب راح ينسد وبعد ودع بعد تطلع انت منه. مبين حبيب قلبي الله عليك، جاي تريد تموت هنا؟ موت تدلل، راح يقومون بالواجب الشباب، ما يقصرون ياك. تدلل تدلل. اوكي دخلنا هنا. I can't leave now. I gotta find the team members. اوه اعضاء الفريق، البحث عن اعضاء الحملة. ادري عندك انتخابات انت. Maybe there's a key around. هو انا هميني اقول هيك يراد لك. زين ادري واخر تشلبت تشلبت. نبحث عن مفتاح برج العقرب. اوكي والله شو. اوكي ندور على المفتاح. الله شنو الصورة الجايفة. اوكي ما كنا انا عادة هنا. الو عمو شو لك، حب شفت مفتاح صغير؟ ابد ما شفت المفتاح. لا هاي مو دم، هذا عصير برتقال حبيب قلبي، عصير رمان هذا. لا ما بي ماكو اي شيء حياتي انت. الله ما انت لو مطيل وشكلك هيك يعني، اذا شوف انت اكو دم وجماعتك مختفين يعني قاعد يلعبون ختيلان مثلا يلعبون. الله تم عثور على برج العقرب. الباب انغلق وراح يتم تطهيرك، واضحه مثل العين الصقل. اوكي افتح الباب. شكرا لك. الان ما اريدك تصير ظريف وتصعد فوق وتدود، الا تصعد فوق ماكو داعي، انا على مكانك ما راح اصعد. جيد جاي شوف اني حباب ما ادود انا مثلك، ما ادود. جيد اوكي حلو. الباب مذني. جيد جيد ابقى اركض حياتي. والله هاي عروسة. الله شنو نطلع بالنفس. اوكي نفتح الباب. اوكي عادي عادي، الباب سديتوه انا ما راح اتجرأ وافتحه. ليش؟ لان انا عندي اخلاق، انا متربي، انا ما ادخل على العالم افترنهم من الباب الورا. اوكي باب الزود همين. اوكي شفتوا انا ما اسوي شغلات ما ادري. البحث عن مفتاح برج الثور. لا الثور زين مفتاح لو الثور. وين برج الثور؟ انا ادري مفتاح برج الثور وين صاير. صار ثيران بيها ومصاخ شنو مصايب سودة. قمت اسحق اني. الله شنو هالمكان الجايفه. روبرت روبرت از ذات يو؟ اعتقد هذا مو مصب بعد ما بلقى روبرت. روح روح هذيك تعرس. اوه هاي شخصية اللي انا كنت بيها هنا. ها شنو؟ رأيت ذلك أيضا، هذه المرأة الغامضة التي يتحدث عنها الجميع كانت هناك لمراقبتنا وكانت تمثل الشر المتجسد، وسيحدث شيء فظيع، يجب أن نأخذ هذا المكان في أقرب وقت. أوه هذا الولد. أوه لا تقول لي هذا الباب اللي دخل بيه ذاك الولد المصوب اللي إحنا لازم نروح ورا. لا تقول لي لازم أجيب مفاتيح. اوكي وانا ادري اول يوم اسود انت جاي تدور على جماعتك ليش؟ يعني هسه انا مثلا لو هيمو لو يوسف جماعتي اللي بالحمله مالتك اللي ما ادري شو اسمها الحمله هاي طبوا بهذا البيت وهذا انا الحق ورا. طب هم مرض هم صوتش ما شعله. اقول له حبيبي يوسف هيمو وطبكم مرض وطبكم مرض. شنو جوا؟ شنو جوا؟ يجوز بعدين تبين فائدتها الله اعلم. شباب اوه حبيبي الله يسلمك الله يخليك الله يخليكم حبايبي الله يسلمكم. شو
شلون؟ وشلون الكتاب؟ بشرفك ترجموا ترجموا. If you're reading this note, it's probably. محتمل أننا متنا جميعاً. أوه، إذا قرأت هاي المعنات إحنا متنا جميعاً. ما يحدث في هذا المنزل تجاوز أي شيء كان في مخيلتي. من المستحيل أن نغادر هذا المنزل، وجربنا كل الوسائل للقضاء على الشيطان الذي يسكن المكان، ولكن لا شيء يبدو قادراً على وقفه. بعد العديد من الأبحاث اكتشفنا وجود 5 أدوات تم استخدامها لاستحضار هذا الشيطان إلى عالمنا، ويبدو أن هذه الأدوات تجعل منه شيطانا لا يقهر. إذا هي شغلات جابتها معناته هي شغلات نفسها، وطريقة الوحدة تجد تدمير أدوات الشر عن طريق حرقها. وحددنا لازم حرقونا، وحددنا 4 أشكال لها. للأسف لم نعثر على أي معلومات عن الأداة الخامسة. هاي الشغلات الأربعة سوف نركز في الوقت الراهن على البحث وتدمير العناصر الأربعة التي حددناها، وسيتعين علينا الانفصال لتوفير الوقت، علما أنها مجازفة كبيرة، ولكن هذا هو الخيار الوحيد المتاح لنا لدينا. 5 شغلات شباب هي اللي جابت الشر، وإذا يحرقوها معناتها دني يروحن. أوكي دوس إن. أنا لاحظت. أوكي أنا لاحظت شباب. ها ذن الشغلات الأربعة اللي كانن ظهر اللي من ضمن الشغلات اللي يعني اللي هي جابت الشيطان. وإذا يحرقوها فيصير الشيطان ضعيف أو جزء موت الله أعلم. شنو؟ لا يبدو أن هناك شيء يستطيع إيقاف هذه المرأة شيطانا. نحن محاصرون وقد تفرقت المجموعة ولا يمكننا مغادرة هذا المنزل. الطريقة الوحيدة التي توصلت إليها هي إنشاء منطقة آمنة حيث لا يستطيع شيطان أن يدخل في انتظار حل القضاء عليه مرة واحدة وإلى الأبد. شيء أخير، إذا دخلت هذه المنطقة آمنة تأكد من إغلاق الباب خلفك. شلون نقدر أعرف المنطقة آمنة لو لا؟ أوه أوكي فهمت. اوكي اعتقد هو هذا المكان الامن اللي يقولون عليه. اوكي تطبيق. اوكي مو كذا، هذا المنطقة الامنة هي الخزن. ظريفين انتو صرتوا. افتهمت. المكان شذي يعني؟ صار شذي. هاي مفتاح. اوكي. هذا شنو وين راح؟ هالمصباح شنو الجني سحبه لو ينصب عليه؟ لا صوت. اوكي انا ما عاجبني هذا اللي يصير. انا حصير ظريف. اخذه بسرعه. شت هذا شكل ثوري. اوكي انا اسف اعتذر. اوكي راحت. انقلعت. اوكي انقلعت بسرعة. استعجل. اوكي احنا لقينا شي اسمه هسه الهزم. اخذت المفتاح. اوكي هرب نبس لا تخوف بيك. هاي فارقة ذولا فارغين ذولا جبناء. اوكي مو جبناء مو كلش. اوكي مو كلش جبناء. الباب علامه برج الثور محفور على الباب. اوكي برج الثور محفور على الباب. اوكي نظيم اللي يوصل. انا ما مرتاح وغير مطمئن. انا مش مرتاح. اوكي شباب اتمنى لكم رحله سعيده وان شاء الله يا رب متونسين. افتح الباب. والله عرفت. والله عرفت. قلت لك بريدي فليت. قال خلي افلت بعد يا جماعه يا اصحاب. This wall wasn't here before. اوكي وكو جني بالموضوع. حميه ما كان موجود الجني هنا قبل. اوكي باب مغلق من الداخل. جيد ما دام مغلق انا اطمئن. خلي بطني بطيخه. ام سوري انا اسف. اوكي شيت. لا هي بقى قاعدة تباعد. تطمن علي يا خطيه. لا تقول انا بخير لو لا. اوكي
اوه روبرت. روبرت حبيبي شلونك؟ تعرفني يعني انا طلبك ورقتين بس متبرع بيهن يعني انا ما اوكي خذ الورقتين حبيبي. روبرت حبيبي What is going on here? ما أعرف تم فتح الباب. أوكي هذا علامة الثور هاي جيد. إيش؟ بس لا والله ما أدري. إيش إنه؟ أوه ضوء. يس مصباح زهري. زهري شنو سحري تم اعثار المصباح. There's a number written on the wall. رقم خمسة. Other numbers have been erased. اوه باقي الارقام انمسحت. ان اربع ارقام يراد وواحد من الارقام عرفته رقم خمسة. Oh, and that's a padlock. هذا رسم Maybe it's connected with the lock code that I found on the door. اي هذا الباب. But who drew this? تذكرون اكو قفل على باب مال الولد كان ببطنه اللي احنا عملنا شخصيته؟ هذا نفس القفل. اوه شيت. اوه اوه بيتر. اوكي حبيبي بيتر. اوكي هو الحائط انا ادري مو زين الحائط. اي حبيبي الله يسلمك الله يخليك خذ راحتك حياتي الله يسلمك خذ راحتك. اوكي الباب ينفتح. اوكي حبيبي روبرت الله يخليك. روبرت تذكر الورقتين؟ ما اريدهم صدق وعدي عدي فلوس زايده هم اذا تريد اعطيك. اوكي حبيبي بيتر. روبرت شنو؟ روبرت واتس رونج وذ يو؟ اوه هاي البطاريات افتهمت. اوكي اوكي حبيبي اوكي هاي بالار تبدل جيد. خذ راحتك حبيبي انا رايح على الباب اللي وراك. اوكي خذ راحتك خذ راحتك انا على اقل من مهلك اوكي؟ ما حد يضايقك حبيبي انت الله يسلمك الله يخليك اشكرك الله يخليك اشكرك. اوه شيت والله شيت لازم اروح. اوكي روبرت ذكرني ما ادري فلوس اوكي حبيبي. Get out from here. اطلع من هنا. اوكي. هذا هو يخوفني عمود يقول لي اطلع من هنا. Get out يعني اخرج من هنا. ده يقول لي اطلع عمود لا يرجع لي الورقتين. اوكي افتهمت. هو يطلبني ورقتين بس ما اوه شيت. اوه I know this stupid girl. اوكي. هاي الشيطانة المطية غير اعرفها. اللي لحقت الولد قبل شوية. اوكي انا قلت المطية؟ لموني اوه شيت اعتقد هي هاي الشيطانة المطية اللي احنا طلعناها. اوه ضربتك تدمج تدمج حين تدمج تدمج شنو؟ اوكي 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 لا تقول لازم الهزم. اوه شت اوكي 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 اوه اكو غرفة الآمنة. اوكي اوه شت اوه هاي الغرفة الآمنة هاي الغرفة الآمنة اللي قالوا عليها اللي قال عليها ذاك الولد. خلي اخزن فوق اهلي يعني يجوز يعني انت عندك تستظرفين ممكن. اوكي لازم اروح من نفس المكان اللي جيت من عنده. شنو؟ يتقدم العمل ببطء شديد منذ اختفاء اثنين من العمال والعمال مرعوبون وقد تفرق كثير منهم. آسف على إلغاء الأشغال من المستحيل بالنسبة لنا أن نواصل في مثل هذه الظروف فهي ليست مسألة أساطير بسيطة فهذا المكان حقا ملعون إذ كان لدينا نصيحة لأقدم لك يا سيدي فهي انتقاد هذا المنزل في أقرب وقت ممكن إنه ليس ممكن يمكن لأحد أن يعيش فيه.
هذا البيت من أول ما سووه كانوا بي اكتيفيتي هيك مريب مخيف. أوكي. اختفى عامل دون أن يترك أثرا، ويقول زبلاء أنه ذهب للتجول في جميع أنحاء المنزل خلال الليل، ولأنه لم يعد بعد ذلك. أحاول أن أصدق أنه هرب بعيدا، لكن هذا لا يبدو كافيا لإقناع الآخرين الذي يعتقدون أن شيئا سيئا قد حدث له. لا يتوقف العمار عن نقل الشائعات والأساطير التي تدور حول هذا المنزل، وبعضهم أقسم على رؤية أو سماع أشياء غريبة فيه. إذا استمر الأمر على هذا المنوال فلن تمكن من الاحتفاظ بهم في موقف العمل، موقع العمل. ألتون ويس. اوكي حبيبي ما قد تقول يعني انا شفت بعيني، ما حد قال لي يعني. ايش مجرب افتح هذا الباب؟ اوكي سده. انا جيت منه انا وهاي لحقتني، اجرب افوت منه. اوه شيت. اوكي 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 سده. اوكي شباب وصلنا نهاية الفيديو، ان شاء الله ربي عجبكم. طبعا بعد ما قمزت فتحت الباب لقيتها بوجهي خفت، رجعت خسرت جوا، فقلت ابقى هنا جوا ولحد الحلقة الثانية اشوف ايش راح يصير. طبعا سجلت انا تقريبا كان في 40 دقيقة، لكن حشوفه قدامكم اتمنى 20 دقيقة اذا قدرت اسوي المونتاج. يا شباب اذا هاي الحلقة شفت عليها حماس وحماس، ولو هي الحلقات الاولى دائما الحلقة الاولى الثانية وراح ينزل شبي ليش قاعد احكي العالم. يا شباب اذا شفت عليها دعم ان شاء الله حكملها واحاول اختمها بوقت سريع، وكل يوم كل اسبوع صار حلقه او اسبوع حلقه حلقتين حسب الدعم يعني. ولا تقولوا لما دارس ترى هي حلقه وتبس باليوم يعني تمشوها يعني. يا شباب وصلنا تلفزيون، ان شاء الله يعجبكم المقطع. كان معكم على بعض القدر، مع السلامه، باي باي. ولا تنسى مشاهده اخر 4 مقاطع.